دايما كده. تمشي يا رجل. يا زنقة السالمية. عرفتها في جيت هنا. بغيت تمشي ليها امشي. اكبتي ديالي على البرد. دارو هنا بزاف د المرات أبنتي، ولكن انتي ضاهرة بنت الناس، أنا نتسناك. فاكر صدعنا بهاد الليل؟ اش كاين؟ مس الخير اسيدي، الله يخليك. انا مول هاد الطاكسي هذا، جبت واحد السيده طلعت هنا للعماره، قالت لي غتجيب لي الفلوس
وتقريبا هذه واحد نص ساعه وانا كنتسنى فيها لا فلوس لا جاكيطه. والمصيبه الكحله هو عندي الوراق ديال الطاكسي في الجاكيطه. واش انت متيقن بلي دخلت لهاد العماره؟ الله يا ودي انا خلتني كنتسنى وبالضبط اجي تشوف هي انا في الطبقه الثانيه تقريبا وفي هذاك الشرجم الرابع فين شعل الضوء. ايوا هذيك دار الحاجه. الحاجه مسكينه عايشه وحدانيه هادي سنين ما كتمشي لعند حد ما كاينش لعند احد. شتي هاد العماره كامله ما كاينش فيهم لا شي واحد اللي عنده البنت. الله يجازيك اشريف الله يكثر خيرك الله يرحم لك الوالدين. غير نطلع ندق على هاد السيده نتاكد منها الله يجازيك بخير. انا بقى عندي غرض لا بفلوس ولا حتى بجاكيطه كاع. انا بغيت غير الوريقه ديال الطاكسي الله يكثر خيرك. واش كتسيق ولا ما كتسيقش؟ اجي بعدا سماك الله. عبد الجليل وانت نعمس السي المعطي. فضلك السي عبد الجليل راني كنت جالس هنا عساس فايق حتى شي واحد ما دخل لهاد العماره. الله يرحم لك الوالدين. غير الوريقات ديال الطاكسي هما اللي بغيت لا جاكيطه لا فلوس. واش انت خليتي هادات لك الجاكيطه والوراق؟ المحنه حنيت منها ملي ركبت عندي السيده في الطاكسي وهي كترعد. نشوفو ما نعرف. نشوفو. شكرا نعم. سيدي شتي تعقل عليها؟ الله يا ودي لا نعقل عليها. اصبر بعد اصبر. نعم. يا بسم الله. غير شوية غير شوية سنة ناس ناس غير شوية قلنا لك صاحبي راه الناس ناس صافي 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 هذه المرة فيها الله بولا وحدة السكان هذه ثلاث شهور ما تصافخوش يشريو حتى بولا وكيديروا مع الزبل اودي الله يهديك شتي هذا البيل ما كنزولو من يدي لا ليل ولا نهار هذه هي الدار اللي بالك فيها الضو. هجة وبان لي شي ذكر هنا يا عزيز عليك كتفكري فيه بزاف كاين حتى شي حبيب الا بغى الله راه غيجي كاين هادشي ولا ما كاين؟ ايوا طلبي تسلم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا رجال البلاد يا الله يا رجال البلاد يا الله يا رجال البلاد. شي عين شي عين يا بنيتي شي عين خايبة هذا شي حتى شي حتى عرف فتح حبيبتي عرف فتح طلعي فتح في البور ديال الطاكسي. مرحبا مرحبا اللي بغى يزور يجي. مرحبا سيدي خير يا لطيف بس الخير. خذ هذا طلب تسليم ودير على قلبك. على قلبي؟ كيفاش على قلبي؟ واش انا جاي قبل هذا الشيء؟ انا باغي الخلاص ديالي وباغي الجاكيطه اللي فيها الوراق ديال الطاكسي. اقول لها السي المعطي هذا السي عبد الجليل الشيفور ديال الطاكسي قال لك وصل شي بنت لهنا ودخلت لعندك للدار. ايوا 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 خلتني كنتسنى تقريبا نص ساعه وانا كنتسنى فيها لا وراق لا جاكيطه لا خلاص. شوف يا سيدي البنت اللي عندي ها هي. لا ماشي هادي لا لا واش شقتي بيا ولا لا دابا؟ انا متيقن بلي دخلت هنا ياك الطبقه الثانيه هادي الضو هنا عندكم شعل وهنا طفى. ما تيقتيناش نوض قلب الدار. قلبوها يقلب الدار قلبوا الدار نقلبوا كل حاجه قلبوا كل حاجه
يلا يا سيدي يا بسم الله. يا بسم الله. يلا يا سيدي زيد شوف. شكون هادي؟ وما نعرف. هادي بنتي. بنتك؟ دابا عاد ولات بنتك. هاك دير هذا على قلبك. حشومة جاي عليك. مرا حاجة يا حصرة قلت تبيع ليا. وانت السي معطي اللي كتقول لي ما كاين حتى بنت في هاد العمارة. اشنو دابا هادي؟ السعد شنو انت ما كتثقش بيا؟ راه قلت لك عمر ما شاد البنت اول خطره كنشوفها في التصوير. شوف اسيدي هذه راه بنتي ولكن راه ميته. ميته؟ واش انت ما باغي تحمقوني انا ولات كتقول لي ميته وانا عند مصر دابا في الطاكسي طالع العماره. ادير عقلك. برد برد شويه سامج لي. يا سيدي راني بعقلي وبعقلي وفت عقلي. شوف اسيدي دات لك الجاكيطه ودات لك الفلوس هاد البنت راه ميته هادي 50 وشاب عمود. واش انت ما باغي تحمقوني وتخرجوا لي عقلي ولا انا مصر البنت نقول لكم كنقول لي عرفتوا راه اللي ما عنده سيدو عنده ولا لا عندك ويحسب لكم راه الشيفور ديال الطاكسي وتعقروني. ايوا الله يجعل البركه في المخزن. اسمحي لنا الحاجه الا صدعناك راه السيد الله يكون لنا ولاه. مدي حسنة ما يطربس الدنيا قاعنا نهزة
خلعتيني مشي نوجدك العشاء. ما باغيش نتعشى. مالك؟ هذيك البنت اللي خليتي نعسها في الصالون. انا باغي نعس بكري باش نفيق الدار في الصباح بكري. عندي شي شغل ما نقضي في الصباح. البنت فاق الدار. صافي يا ماما صافي. هيا 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 حلوة البنتي. هيا 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 صافي صافي. شفتك ماشي هو هذاك ياك لاباس. اش غادي نقول لك؟ واخا نحكي لك ما غاديش تصدقيني. اش وقع؟ راني جايب السايق بالعقل بلا بيرمي بلا وراق. كلشي مشى ليا في الجاكيط. وفين مشى؟ داكشي غريب اللي وقع ليا. اش وقع؟ واش تجيك على بالك وصلت واحد السيده لدارهم ماتت هذيك اكثر من 5 سنين؟ وراك كتهرسل. وراه هادشي اللي وقع. الراجل راك حماقيتي. هادشي اللي قلنا نيت. حتى انت رجعتيني حماق. بالحق غدا عاد غادي نحماق مزيان. والا القضيه غتكون فيها خوخه. خوخه؟ نعسي نعسي. نعسي الله يخليك. صباح على خير وفيقيني غدا في الصباح. اجا ماما اجي 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 عبد الجليل. اش وعرف كيفاش تجاوب؟ الله يخليك مكتب الشكايات. نعم مكتب 65 على اليمين. بارك الله فيك. يا با جلون تقدم هاد. تفضل تكلم. انا الشيفور ديال الطاكسي. نعمس سميتك بعد هي الاولى. عبد الجليل السركي. البارح نعمس هذي في الليل انا راجع بحالي ودزت على طريق على الروضه. مشيت لي واحد السيده وموقفته. لا بالقبي انا اللي وقفت. دابا صبر بالله تعالك غير شويه. واش انت اللي شريت كنت وقفتي لها؟ صاب ما يقول لهم شبقات فيه وحن عليها. في الحقيقة أنا اللي وقفت لها. لحقاش نعمل سيدي كان شتا تتصب. إيوا وجاتني المحنة والعطفة. ورجعت لها باللور. ناري يكون غير قالها كنعرفو كيتفتف خرب بلادي. هادشي اللي كاين بالتحدي ديالك داكشي تقريبا هو هذاك الزيت. إيوا منين زيتيها؟
نعم سيدي. من هزيتيها فين مشيتي؟ ونوصلها للدريسه اللي قالت لي اياها. اياه شنو الدريسه ديالها؟ زرقة السالمية. السالمية؟ عمارة 8. عمارة 8 ايوا زيد. وملي كانت ترعد مع فيها البرد بزاف عطيتها الجاكيطة ديالي نعمس. ولما وصلت قالت لي غادي تطلع باش تجيب لي الفلوس. ونزلت دخلت للعمارة وتعطلت. انا لما هي نزلت وطلعت للعمارة نزلت انا من الطاكسي ونشوف اش منطقة غادي تطلع. اش منطقة كانت؟ دخلت نعمس سيدي للطبقة الثانية. باش عرفتي الطبقة الثانية انت؟ لحقاش هذيك الطبقة الثانية هي فين شعل الضوء؟ غير لأن شعل الضوء الطبقة الثانية هي راه كانت فيها ولا كانت دخلت شي طبقة واحدة أخرى؟ ولا هذيك الطبقة فاش؟ لحقاش السراجم كانوا طافيين. شعلوا. السراجم الرابع ولا شعل فيه الضوء نعمس. واخا عيطوا نطلبوا دابا من هنايا. الله يجازيك بخير نعمس سيدي. أنا راه ما بغيت لا فلوس لا جاكيطة لا والو. أنا باغي غير الأوراق ديال الطاكسي ديالي. الله يكثر خيركم. الله يجازيكم بخير. ما غادي يديروا له والو. غير يقولوا الله يهنيك ودابا نشوفوا. كون هاني. راني ما خدامش صافي السي الاخ السي عبد الجليل غير تكون هني دابا الله يهنيك حنا غنتكلفوا غنقوموا بالواجب دابا غنوض راني ما خدامش العام السي مع الشوارع حنا غنصوبك المسائل ديالك كلها تفضل تفضل الو سالي راه جبتك واحد خدمة خويا تخرج معايا دابا صافي انا كنسينك غير ما طاش عليا انا كنسينك الله يهنيك مرحبا بنهار كبير الله يبارك فيك مرحبا خالتي فين الطاقه ديالي انا نجي تجيبهم لا غير خليك الو الو على سلامت عادل الله يبارك فيك لالا شكون انا مونيا مونيا
الو 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 عادل وي مشيتي بوحدك في الطياره ولا جا معك شي حد؟ علاش الطياره كيجي فيها 160 البشر؟ لا غير سول فيك شي حد دابا. شي حد؟ شكون الوالده؟ لا شي حد وصافي. ودوي معايا شكون؟ مونيا. مونيا كان عرفتي شي وحده سميتها مونيا؟ عادل خبي عليا شي حاجه. كيفاش اش غنخبي عليك ناديه؟ شوف حنا زعما مرتبطين اتفقنا الشك ما يكونش بيناتنا، وني نفريد كاع انا كنعرف هاد مونيا باش تعرفني وصلت اليوم وجيت عندكم وباش تعرف التليفون ديالكم. شكون غيعطي لها؟ وما نعرف شنو دابا كتشكي فيا. شوف هاد المره لعيطات خليني انا ندوي معها. ناديه مع ماما. فين عادل؟ ها وجهي ها وجهي. السلام عليكم عادل. هاك هاد الكاس ديال تاعهم. بسم الله نيت انا ولي كان ناقصني. هاك بنتي. لا لا بابا ما بغيتش شكرا. زعما موجده لك شي شهيوه من داك الشيء ياك خالتي، ولكن غير سمحوا لي انا ما كنظنش غنقدر حيت تعطلت على الوالده، مازال خصني نعاد نمشي نشوفها. باقي ما شفناك. مازال ما شفتيني انا ولا ما شفتيش الكادوات؟ غير تهني كلشي جبتو لك. عادل عنده الحق خصو يمشي يشوف يما. ايه على اختي عايشه مسكينه الله يشوف من حالها. امين. هاك خذ حليب. بسم الله. قولي يا الحاجة. نعم سيدي. ما كايناش بنت كتشبه البنية ديالك في هاد العبارة فاش كتسكرو؟ لا وليدي لا. واش متيقنة؟ الله يودي. متيقنة؟ وشحال كان عند البنية ديالك فاش شفات؟ يا وليدي كانت نوارة يا وليدي 18 عام. 18؟ واش من سبب الوفاة ديالها؟ كيفاش وقع لها؟ عاودي ليا. سبب كبير يا وليدي سبب كبير. ها انت شوف. اصبر باقي بعد هذا الخطوه الوفاء. خليها قطعت. هي هذه؟ هي هذه. شحال كان من عام هنايا؟ 18 عام. هذه 18 عام هذا خدم ديالها هو هذا؟ ايه يا وليدي عطاتو الغالي والنفيس وعملت فيه ثقه كبيره اللي ما يستحقها.
شوفي هذيك الليلة شتي كون كان عندنا شي وليد بحال هكذاك ها مين نتزوجو نديرو وليد ولا ان شاء الله يا عزيزي دابا واحد كامل الاحلام قريتي برا وشنو المشكل في هذا الشيء انا مستعده نتسناك ما يمكنش حيت غتكون واحده اخرى اللي كتسناك عاود ما عمري قلت لك باللي من بعد ما مات الوالد خالتي هي اللي كانت كتصرف علينا على القرايه ديالي وعلى المرض ديال الوالده والدواء ديالها هذه 3 سنين هي طايحه في الفراش وحتى على قريه اختي خالتي عندها بنت وجا الوقت اللي خصني ندي لها الثمن واش كتفلى ولا كتهضر بصح عليها كل ما كنبغي نقول لك شي حاجه ولا نحلم انا وياك كتوقفني مونيا خصك تفهمي مونيا 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 رجع له رجع والله إلا جاو برافو السمر جاء المعلم لامس السلام عليكم صافي تقول هضر لي خويا واش بغيتي 50 باش ما تنتا دير بها شي كاين نعمس سيدي راني انا اللي وصلت نعمس الله يخليك راه وصلت هنايا وطلعت المراه انا عندي ما وصلتينا قالت لي 50 باش ما تشوفش نفس الصوره ديالك في المساء ديالك انت كتخسر كتضيع نقطه الاحتفال واش دابا انا ما نخدمش دابا انا ولا شنو انا غاتصل لينا نطلبك واحد الرخصه مؤقته باش تخدم غنشوف هذه القضيه من بعد الله يعني. انت غندوز عندكم الله يخليك الشريف يلا اخو الله يخليك وصلنا الروضه دابا راه ما عرفتش شنو وقع ليا ما عرفتش شنو وقع ليا توقفت ليا ما عرفتش ندمت هنا 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 فين وقفت انا تسناني يا خويا الله يخليك الله افان غتلقى مونيا في هذه الروضه هذه اقلب السي عبد الجليل علاه دام هنا مونيا بنت من ما عرفتش اسم بها ما عرفتش لا
انا دا عبد الجي نوض تقلب ولدي نوض. سلام. اياك لاباس عمي، كاين شي ماقضيو؟ فين كتسكن القبر ديال مونيا؟ مونيا؟ ايه. شكون هاد مونيا؟ مونيا، مونيا بنت الحاجة. راه سيدي قلب بحال قلب تلقى. راه هادشي اللي كندير. قلب تلقى عاد. راه هادشي اللي كنت ندير، كنت نقلب. ايه حيت شفتك من الصباح وانت جالس الضو. ماما كيف بقيتي هاد النهار؟ عوقات شوية بنتي شي شوية الله يرضي عليك. أهلا أهلا سلامتك. الله يسلمك. فين يا ماما؟ زيدي كاينة. أهلا كيف بقيتي يا خالتي؟ شوية لاباس عليك بنتي. صحة لاباس واه شويه صافي انت غتبري دابا عندي لك واحد المفاجاه. وي سمعنا خير. ما كاين غير الخير. وي عليشه شكون دابا لك العفريته؟ جا ولدي بغيتو شي ضيف؟ ولدي ولدي على سلامتك. على سلامتك يا ولدي توحشتك. الله يسلمك. طيبة ولدي لاباس عليك. طيبتي عليا بزاف. حتى انا توحشتك. توحشتك حتى انا. وزعما راه كنت كنهضر معاك مره مره في التليفون. ايوا وليدي واش التليفون بحال وجودك معايا. الله يرضي عليك. كي دايره انتي مع القرايه؟ جيتي معنا في مره صافي غادي تعين ان شاء الله استاذ الفرن التشكيليه في افران ان شاء الله. افران غادي تولي تبعد عليا وليدي.
ايوا هو مبارك ومسعود بها خالتي. اش غندير امي؟ راه ما عنديش الاختيار. وزيدوا الافران هو قريب، مره نشوفكم، 60 كيلومتر. ايوا وناديه كيف غادي دير؟ انا غادي نحاول نتاقل الفرع اللي كاين في افران حتى انا. ايوا الله يصوب لكم. بغيتي شي حاجه؟ الله يحفظك. سيري معاه الطوموبيل جيبها. هذا دواد مهم. الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة ولدي. عاودي ليا توحشتيني. إيوا ولدي خليني تندوش ونمشي. الو الو عادي لاباس عليك؟ لاباس؟ شكون؟ لا ايوا تفكر. لا ما عرفتكش. تفكر مزيان. لا شكون انتي؟ انا مونيا. شكون مونيا؟ ما عقلتيش عليا؟ مالك سكتي؟ وقل شي حاجة. اش بغيتي نقول؟ انا ما بقيتش عاقل عليك. الو 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 مونيا شكون انتيا؟ انا ناديه. ناديه ناديه الله يخليك ما بقاش تفلي معايا هكذا. اش تفلى معاك عادي مالك شنو واقع؟ لا لا والو والو شي وحده عيطات قال لا لا وصافي ما كاين والو غير عيان شويه قريب على ما توصلين نكون وجدتو. وين صافي انا غادي نجي دابا. عادل ما تنساش تجيب معاك قرار تعيين. لا ما ننساش. Thank you.
معاك شي ناس بغاو يشوفوك سيدي. الله يعاونكم. خليهم يتفضلوا. اهلا عادل. زوجة ديالي شادية. نعم مسؤول ديال مادة التربية التشكيلية. تفضلوا. أنا ببساطة جبرتيني كنهضر مع النيابة بشأن الالتحاق ديالك بالمؤسسة السي عادل. مزيان. تفضل أستاذ محمود. تفضل تفضل. كنقدم لكم الأستاذ محمود أستاذ مادة اللغة العربية. كنقدم لك الأستاذ عادل أستاذ التربية التشكيلية والسيدة ديالو. دابا جات وقت الغداء يمكن لكم تمشيو معايا تغداو ومن بعد نكملوا الاجراءات. لا انا غير سمحوا لي ضروري نرجع اليوم الفاس. الا سمحتي انا باقي عندي واحد المشكل هو ديال السكن. اسعد ما تاخذ حتى شي حاجه حتى شي فك. احنا ان شاء الله في العشيه غنصوبوا المسائل كلها. كون متاكد باللي غادي نوجدوا السكن وما تكون غير على خاطرك اسعد. اذا غادي نمشيو. حتى مشكل اسعد انت راك ضيف ديالنا مرحبا بك عندنا. تفضل على تفضل. يلا معنا سي محمود. واخا سيدي. مرحبا بكم عندنا. الله يبارك فيك. تفضلوا. الو السي عبد الله. ما عندي مساك عرفتيني. قلت لك السي عبد الله الله يجازيك بخير عرفتي علاش عيطت لك على الفيلا ديالك. الواحد السيد واحد السيد راه استاذ التحقيق المؤسسه فين كنعمل. لا لا شوف حتى هو راه ذوقي وفنان راه بحالك. وشنو فوقاش يجيو يشوفوها راهم عندي هنا كيتغداو. ايوا مزيان مناسب. الجوج. ما غتكونش تما. ولدك نبيل. صافي. شوف انا راني ما غنجيش غنصيفط الاستاذ محمود معاهم. لا راه كيعرف الدار. واسمح لنا. بارك الله فيك. وتهلا. يا انتوما يا المشكل ديال السكن تحل. الله يلا سيدي كلوا بسم الله. بسم الله. وهاد الفيلا ما غالياش؟ ما كان غاليش. على حق السي عبد الله ديالنا وحتى لقى شي حاجه يمكن يبرك فيها. ايوا الحمد لله. فيها شي فراش ولا خاويه ولا؟ متسم جميع المسائل ديالها. عامره في امان الله. بالنسبه للضو والماء كلشي كلشي فيها. ربي كيسهل. بارك الله فيك. كيفاش نقدروا نشوفوا علينا خصني نرجع شويه للكلام. فكرتيني انا درت معاه بلي غيديكم الاستاذ محمود. ايوه الجوج. الاستاذ محمود راه غيكون ولدو نبيل تما كيسهل. نبيل تعرفوا. تعرفوا والله يا ودي. ايوا صافي. شوف الاستاذ محمود غادي يديهم ومن بعد رد عليه اخبار المؤسسه الله يديها. ان شاء الله. السي عادل غير هي شويه جات مطرفه. لا 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 بعيدة ولا؟ كاين واحد ممر زراعي وندراسة ماشي بعيدة بزاف. ما قلتي ليش السيدة فين تتعمل؟ أنا سيدي موظفة في البنك المركزي اللي في فاس. شرف. وإن شاء الله غتاخذ الإنتقال ديالها وتلتحق بيا هنا. إن شاء الله. إن شاء الله إلا كتب.
شكرا يا سيدي، بارك الله فيك. صلاة على خير. سلام عليك. الله يعاونك. الله يهديك. الله يعاونك. على سلامتكم. مرحبا مرحبا. ما بكم؟ أنا سيدي. أهلا وسهلا. شي شويش من قبيله وأنا نتسناكم. كما كنت تشرفين أسيدي. تشرفين. أهلا بكم. يمكن لكم تفضلوا الآن. مرحبا بكم. لاباس الله يبارك فيك. راه تيبلغ لك السلام. نهار كبير هذا السي. يا بسم الله. زيد اسيدي تفضلوا. مرحبا بكم. يا مرحبا. فتحوا لكم النوافذ باش شويه تهواو، لان هذه مده ما جينا في الحقيقه لهنا. واه قبلوا علينا ماشي دخلتكم هذه. مرحبا. هادشي اللي تيخصك السي عادل. كنظن الاثاث راه في المتناول ديالكم، يمكن لكم تستخدموه. راه بحال اللي راكم في داركم، يعني ما تحتاجوش انكم ت مرحبا. يا مرحبا. ايوا زوينه، ولكن نتمنى حتى الثمن يكون شويه مناسب. ايوا الله ودي يا استاذ حشومه. راه الاستاذ عبد الرحيم راه صديق ديال الاب ديالي، وكنظن على وجهه راه حنا طيحنا لكم في الثمن 1500 درهم. تنظن ماشي شي حاجه. زيدوا معايا زيدوا، يلا نشوفوا المرافق الاخرى. الله ودي كاين الضو كاين الماء حتى التليفون راه فيها. زيدوا. يا مرحبا. تفضل استاذ عادل. مرحبا. هنا كي كتشوف عندنا بيت نعاس. دخلنا نعاس تنظن غادي يعجبك بزاف. وفي هذه الجهه كاين المطبخ، كاين هناك الحمام، وهنا كاين صالون صغير يمكن نستعملوه الضياف او شي حاجه. الله يخليكم، اللي سنطلب منكم وهذه هي الوصيه ديال الوالد ديالي، هو هذه الحجره هذه ما تقربوا لهاش نهائيا. وبيني وبينكم انا شخصيا عمري ما دخلت لها. واخا هو انا غادي ندوز بلاتي. العقد فوقاش نعملوا العقد؟ تفضل. فوقاش غادي نلعبوا الشطرنج؟ الشطرنج على بخبارك انت. كاين شي حاجه كتخبى على اين؟ انا بسلام عليكم، الله يكمل عليكم بخير. غادي ندوز عندي شي اشغال. شكرا يا سيدي. الى اللقاء. تفضل بكل فرح. تفضل اسيدي. اش اش دار لك؟
الو 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 كاين الو شكون كيهضر الو الو شويه عليك الطريق كون هنا عادل سلمي على الوالده مو بالله ولا راه لقيت الدار وغنبدا الخدمه ان شاء الله صافي سلمي على ماماك شوف تهلا فراسك عادل كون هنا قول لي خاصك شي حاجه لا ها ما خصني والو يلا باي باي سلامة. شويه عليك الطريق كون هاني هذا الكلام نادية هي غادية وهي تتوصي عادل 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 من طبيعة الحال الليلة الأولى ما غاديش نخليوه بوحده بسم الله سي عادل بسم الله برد شوية ولكن ما عليش لطيفة هي اللي وجدت قول لي يا سي محمود نعم واش أنت دقيت قبيلة لا قبل ما تجي سمعنا السرسار ومني خرجت نادية ما لقيت حد يمكن يكون استرسال في شي عطب هاد المنطقة ساعة ساعة راه كيمشي منها الضوء بسبب الجو المهم خصك ساعة ساعة تشري الشمعة السعادة راه كاين واحد الحانوت هنا قريب راه عنده كل شيء اللي بغيتي حتى الدخان وكيفاش حتى اختاريت إفران سي عادل؟ الحقيقة ما اختاريتهاش أنا في السنة الأخيرة ديال الدراسة كنت كراسي الوزارة ومنين جيت المنصب اللي قريتو هو في إفران وفوق هادشي الجو ما كيختلفش بزاف على اللي قريت فيه زيدك شي بيرينا أستاذ لا لا بارك عليك الله يخليك عييتي ولا؟ إيوا واقيلا نخليوك ترتاح سي عادل علاش صافي؟ إيوا كنت باغي نلعب معك شي طريح ديال السترج ولكن كتبان عيان واخا نخليوها مرة أخرى إيه مرة أخرى سي عادل غدا إن شاء الله إلا بغيتي ترتاح ما كنساش شي إشكال بارك الله فيك واخا غادي ندوز واخا أصاحبي يلا Oh,
شكون؟ كاين شي حد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك واحد الوقيد وشمع. والحجر ديال الراديو صغير. هو برد ها؟ اللي جا فوقته ما يتلام. علاش ما عندكم ضوء؟ لا غير كنخاف قال لك يتقطع مرة مرة. أنت جديد هنا نعمت. سيدي أنا سميتي عادل أستاذ الرسم. سكنت في هذيك الفيلا اللي ملاه. مرحبا استاذ. تفضل تفضل. بسم الله. خاصة؟ لا هكذا كيعجبني. سعد قلت لك على الكرا ديال الفيلا. لا ما قاصحش. مزيان. مزيان. غتسكن فيها بوحدك؟ غنسكن فيها انا ومراتي. علاش كتسول؟ ايوا حنا ما كنامنوش بداكشي ولكن كيقولوا اللي كيدخل ليها شهر ولا شهرين كيخرج منها وعلاش ايوا هذا عليا كيقولوا فيها شي حاجه ديال الخرافات وداكشي واخا حنا ما كنامنوش بداكشي الله يهديك الحاج واش عمرك شفتي شي خرايف كيسكنوا في الفيلات شحال عندي يا سيدي جاتك 8 ديال الدرهم سيدي الله يخليك شكرا على اتاي مرحبا استاذ يا سعيد مرحبا الله يبارك فيك الو 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 ناديا ما كاش ما عيطيتيش كي وصلتي
لا كنت خارج مشيت للحانوت. كلشي لاباس؟ امي لاباس عليها؟ شوفي نادية، حاولي تفضي الامور دغيا واجي. لا لا والو، حتى تجي ونعاود لك. واخا سلام. إن شاء الله. ستة بوجدة، 12 درجة بتطوان وطنجة، 9 بالقنيطرة والرباط، 11 درجة مرتقبة بالدار البيضاء، 8 بالجديدة، 9 بأسفي ومكناس، 7 بفاس وخريبكة، 0 درجة بإفران، 7 بالرشيدية وورززات، 13 درجة مرتقبة بالصويرة، 10 بأقادير، 12 درجة بالعيون، 11 درجة مرتقبة بسمارة، 16 درجة بالداخلة، و14 درجة مرتقبة بكل من سبتة ومليليا. عددا من القضايا المطروحة في الساحة الدولية والعربية وعملية السلام بالشرق الأوسط وأزمة العراق، وأكد العلاقات الثنائية بين البلدين. قضية السلام بالشرق الأوسط كانت اليوم أيضا محور اجتماع تنسيقي بالأردن، ويأتي هذا الاجتماع قبل الزيارة المرتقبة لياسر عرفات إلى واشنطن لبحث مسألة إعلان قيام الدولة الفلسطينية مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. وقد دعا هذا الاجتماع الثلاثي دول العالم إلى تأييد القرار الفلسطيني بإعلان الدولة الفلسطينية في موعدها المحدد. أما بخصوص أزمة البلقان، فاللجوء إلى الخيار العسكري بدأ يتأكد يوما بعد آخر إثر فشل مفاوضات السلام بباريس ومواصلة التعنت الصربي والتحدي بلغراد للمجتمع الدولي، حيث كثفت القوات الصربية اليوم هجوماتها على مواقع ألبانية في الوقت الذي كان فيه مراقبون دوليون يغادرون إقليم كوسوفو. نسولك؟ شكرا. مشيتو لأسة التربية التشكيلية جديد؟ أنا هو، باش عرفتي؟ سمعت بأن شي أسة جديدة غادي يجي لنا وظنيت بأنك أنت هو اللي غتكون. أنا هو اللي غنتركم إن شاء الله. إن شاء الله. شنو غنقراو؟ أين درس؟ اليوم غادي نبداو بالألوان الرئيسية وطريقة المجلس ما بيناتها. يا نخلطو البيض والكحل؟ لا، البيض والكحل ماشي ألوان، حتى القسم ونفهم. أنا اسمي عادل، وأنت؟ سي مهند. سي مهند. مزيان، كتقرا مزيان. أستاذ عادل، ودات من أستاذ مادة تسرس، وكنتمنى التلاميذ يكونوا في المستوى. كتعرفوا بلي المادة ديال الرسم هي مادة ديال الفنون التشكيلية. الأستاذ عادل تمكن من الميدان ديالو، وكنظن خصني نتوما تكونوا في المستوى وفي حسن الظن ديال الأستاذ عادل. شكرا أستاذ عادل. بارك الله فيك. وقوف، أنت مالك؟ مريض؟ جلوس. صباح الخير.
اليوم وانا جاي داخل المدرسه تلاقيت مع احمد. فينا فينا احمد؟ ها قال لي يا استاذ شنو الدرس اللي غنبداو به اليوم؟ قلت له غنبداو بالالوان الرئيسيه. قال لي هي غنخلطوا البيض والكحل. واش البيض والاسود الوان؟ هناك ثلاث الوان رئيسيه هذه خصها تعرفوها ضروري. هناك اللون واللون الاصفر واللون الاحمر. مزيان. هذه هي الالوان اللي داخله في اطار ما يعرف بدائره الالوان او قرص اسحاق نيوتن. ما عندي ما نساكم. هذه الالوان اللي عاده الا خلطناها كتعطينا واحد المجموعه بحال قوس قزح مثلا. عندما نخلط الاحمر والازرق شنو الالوان اللي يمكن تعطينا؟ نموذجيه. شنو الالوان الاخرى؟ ايضا اخضر ايضا وردي. ما عندي ما نساك. اذا كيف كنلاحظوا ما كاينش وجود نهائيا للابيض والاسود، لانه الا خلطنا البيض والاسود كنحصلوا على لون الى وين. اذا الان نبداو اليوم بالالوان الرئيسيه. شكون اللي نوض يكتب تاريخ اليوم؟ تفضلي. الو الله يخليك اختي، هذه ناديه مدير مشغول عنده شي حد. شكرا. لا انا جايه لعنده دابا. لا لا دار معايا باش نشوفه. شكرا اختي الله يعاون. تفضل أزيد. نادية بخير أستاذ. كاين شي ما نقضيو؟ غير لا كان ممكن بغيت نطلب منك واحد طالب. طالب؟ ياك ما عاودتني شي رخصة جديدة. تفضلي تفضلي. شكرا. ايوا هاد الرخصه راه طويله شويه. ياك شي بس ما كان غير الا ما كان فيها مانع بغيت ننتقل الفرع ديالنا اللي في افران. غير هكذا شقليك انت عارفه باللي الزبناء ولفوا بك. كيف جات بين عشيه وضحاها او تمشي؟ ايوا للضروره احكام. اش هاد الضروره واش هاد الاحكام؟ بغيت نلتحق بالزوج. ولا هذا الاستاذ عادل؟ يا على سالة الدراسة ديالو؟ سالة وتعين أستاذ الفنون التشكيلية في إفران. إيوا كتعرفي ماشي ساهل باش نوجدو إطار عنده تجربة جد مهمة. شكرا. والزبناء كلهم تعودوا على الخدمات ديالو خصوصا بالنسبة للملفات الصعيبة. كنظن أستاذ حتى الفرع ديالنا في إفران محتاج لواحد النفس جديد. انت نشاط الكادر لي ولكن خلي لي شويه الوقت نفكر عافاك. واخا سيدي هالطلب ديالي وانا كنتظر الموافقه ديالكم ان شاء الله. غادي يكون غير خير. شكرا. اذا كيف كنلاحظوا هنا جميع هذه وثيقة كتأكد
هذا الشيء اللي شفناه على السبوره وهي دائره القرص واللي متكونه من الالوان، مجموعه الالوان فيها ثلاثه الرئيسيه والالوان الثانويه. كيف كنلاحظوا لا وجود، تفضل، لا وجود للابيض عديد. نعم كي يكون عند السيد المدير. واخا شكرا. احمد نرجع ونكملوا هذه الحصه، يمكن لكم ترسموها. تفضل استاذ عادل عندك التليفون. شكرا. الو انا ديال لاباس. مبروك ياك. مزيان ولا هنيئا؟ نادية حاولي تجيب معك شي تلفازة أو خاص صغيرة. الوالدة لاباس كل شيء بخير، خالتي تا هي. وسلمي عليهم وأنا نتسناك. بسلامة. لا لا كل شيء بخير. ساعدي ياك لاباس. لا هذه غير نادية مراتي، المدير وافق باش يعطيها انتقال هنا. يا سيدي مبارك مسافر. الله يبارك فيك. هذا عاد خصنا الزردال هذه. تستاهل كل خير، علاش لا؟ تسمح لي. شكرا. حول عافية محلكم. ربي يخليك شكرا. وشين فون ان شاء الله بيقلو كونتي كرون ان شاء الله. ان شاء الله الله يعاون سيدي. مرحبا. الله يبارك فيك يا لالا. دير لي واحد 200 درهم الله يخليك. ممتاز. ممتاز. عمري كل شيء راه كاين تخفيض اليوم. شحال؟ نزل بشي 3 سنتيم. ياش لتر؟ لا لا دير لي عبيه درهم بارك. على البراك انا هنا كنتظر نتلاقى مع شي بنت او ولد الناس، مدير ديال معمل او مؤسسه، نشوف من حال باش نكتشف القدرات ديالي. هانا طاقم هانا. والله يجيب لك شي بنت الناس الله يعاون.
عادل عادل السيادي فين انت؟ صباح وانا سنعيد. السلام عليكم. والباب مخليها محلولة ياك لاباس. لقيتيها محلولة؟ ايوا لقيتها محلولة. مرحبا بك، تفضل. لا لا لا، نجلسوا في حالتنا هنايا. واخا، تفضل. عادل، مالك؟ لا والو. جلس. شنو نشرب، عتي ولا قهوة؟ اللي كان. اليوم غنلعب معك الشطرنج. واخا. تفضل. شكرا. يلا ست غادي نلعب معاك ولا راك غتغلبني اليوم؟ العب او العب. عرفتي هاد اليومين راسي ماشي معايا. حلاش سي محمود؟ نعم. كتأمن بالجن والروح؟ طبيعة الحال سنآمن، هذه مسألة مذكورة في الكتب السماوية كلها. علاش السي عادل جبتي لنا هذا السؤال؟ ما نعرف، أنا هاد اليامات ملي رجعت من فرنسا ولات كتبان لي شي أشياء اللي ما عنديش لها تفسير. بحالاش؟ بعض المرات كنشوف شي خيال وكنسمع شي أصوات وشي حد كيقول عادل وما كنلقى حتى حد. زيد شنو اخر؟ كيفاش شنو اخر؟ هادشي اللي كاين. يمكن راك غير عيان شويه مع السفر مع عاد رحلتي. لا لا ما كنظنش، واللي زاد شككني هو ملي مشيت عند مول الحانوت قال لي هذيك الدار اللي سكن فيها شهر ولا شهرين كيخرج منها. واش كتثق بالخرايف ديال الناس؟ لعب السي عادل لعب. انا راه ما خايفش، غير كان ليلى ونادية غادي يجيو نخاف توقع لهم شي حاجة. توقع لهم شي حاجة؟ لا ما عندك مناش تخاف، وزيدون إلا ما كنتيش مرتاح هنا يمكن لك تدوز عندي للدار. لا لا ماشي هادشي اللي قصدت. على ما حال هذا مشى لك. عادل مخبي عليا شي حاجة؟ لا ما مخبي عليك حتى حاجة، نسى هذا الموضوع. العب. سي عادل عادل شنو ياك لاباس؟ هاد السنة عندك البحث وغير ما تفكرينيش، مازال ما وجدت فيه والو، مازال كاع ما اختاريت الموضوع اللي غتقدمي للاستاذ المشرف. حيرة بين جوج المواضيع وعندها كتمشي تختاري شي موضوع يكونوا فيه المراجع قليلة. الأول حول الفرد في المجتمع المغربي. والثاني؟ والثاني درت حول اختيار مصير قافي. إيوا هاد الثاني ما بيش فعلا موهب، ولكن المراجع فيه قليلة. وهذا هو المشكل. قول لي وقتاش غادي تدخلوا نتوما؟ في الأسبوع الثاني ديال نوفمبر إن شاء الله. ماشي بحال عادي من الطيارة للقصر. وصل مباشرة مع الدخول. ولكن مسكين عرفتي راه عيان مزيان. صافي صافي دابا عقلت على ولدك، نهار اللي جيت مسكين كان تلاقاني. ولكن اش غنقول لك؟ انا راه جديد عاد جيت، التلاميذ باقي ما حفظتهمش مزيان، ولكن كان وعدك الحاج كلهم غناخذ منهم بالي بحال اخوتي. نعم سيدي، الله يجازيك بخير. انت الوليد شكاك بزاف، شكاك. نعم سيدي، بسم الله، شد هاد البركه. شنو هذا الحاج؟ بركه الفقيه. نعم سيدي. لا غير خليها، ما نقدرش، ما تحتاجش والله. لا والله نعم سيدي، غير ما شديتي ماشي غير ماشي خساره في وجهك العام. واخا سيدي مقبوله بسم الله. وازيد بعدا نشربوا كويس اتاي. مشغول على حق الشروات، غادي نمشي نعام سيدي نقلب الارض ونزرعها ياك.
مرحبا. والله يسخرها سي اسمك الله غير ميمون. سي ميمون واخا سيدي. سلام. بارك الله فيك. السلام عليكم. سلام سيدي. الله يرحم والدين. تهلا تهلا. الله يجازيك. ما تخافش. محلولة اجي الله يسلمك هاتي كتشوفي هاتي يا ليلى ايوا شكون جابتها لك شكون جابتها لي دابا ليا فقيه ايه ملي واحد الفلاح قال لك نقري ولده وصاني عليه وحلفت يعطيها لي وانا كي داير بعدا مع المدرسه والتلاميذ مزيان بدا انسجام اه ما قلت لكمش انا ما بقيتش استاذ شنو وليتي وليت فقيه فقيه الفنون التشكيليه واش ياجي خلي عليك الدجاج يلا نهزوا الحوايج ودخل هذا باش ما يغرب عاوتاني يلا حطيه حطيه انت ايوا قلت لهم حتى نقاد الدار وغادي يلحقوا عليا الثمن الماجيه ان شاء الله الله شحال غزاله عندكم هاد الفيلا خصوصا ديك الجريده غادي يعجبك الحال هنا دابا تشوف داك الشيء علاش انا جبت شي كتب باش نقراهم وقلت نمسكم حتى تولفوا ايوا عقبال حتى انت ان شاء الله ليله بعد البحث ياك ان شاء الله انا نمشي نوجد لكم كاس داتاي يلا نوريك بيتك راه اليوم غنمشيو نتعشاو عند السي محمود ومراتو حتى انت معانا نهاية مضطربة عندك بلاتي نسوة نسوة هاي غيبقوا عاد هادو بجوج عاوتاني بلاتي بلاتي انا غنلقى هذا ما كاينش Thank you.
شنو هادشي يا عادل؟ البرد حل السراجم نري على خوافات معايا. يلا سير وجدوا راسكم ونمشيو نتعشاو عند السيد. يلا الخوافة. ندير هادي هنا مزيانة. شوف مزيانة. ما كان لا اش بغيتي صدق غير فن مشترى مشاو غير هالليله الحليب كن شكون اللي قالك حنا بغينا الحليب ايوا عاد يا سي خت غاد والناس كيدقوا مشراجم ولا من البيبان اريد سلا كاين شي واحد اللي كيبيع الحليب في هاد البرد ايوا اريد تقد لا نوايا الفاله شوف لا ما بغينا والو سير الله يخليك وما بقاش تجي لهنا بسم الله والله الا طيرتها مني خلعة شفتيها كي عامله وشنو بغات كتبيع الحليب الحليب في الليل ومن السراجم ولا نعملكم شي شي كاس لا لا شكرا انا خويا البارك الله يخليك تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه ايوا عاد راه متقله شويه جما زعما ايوا الله يفك وحيلا على خير واه كي دار لي حنا بركه يلاه نمشيو نرتاحوا شويه ولا الحال شويه لا الله يخليك اجي غدا ان شاء الله شنو رايكم نعملوا شي خريجه للطبيعه والله الا فيك أيه حتى انا باغا نشوف التعشى أيه باغي تشوف التعشى واخا الا كان معيشه نديرو نديرو مع 11 ان شاء الله ندوز عندنا مولات الحليب وي 11 تلقاونا ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله عليكم نشربوا مويه باش ما يضربوش بشويه بشويه ما تخافوش هو كاين الشمع اويلات صافي ها هو غادي يقلي نمشي عند ماما تمشي عند ماما مالك خوفه هكا ايوا هي على كاين اللي ما كيخافش وفين هو الكاراتي ديالك حنا علمونا الى اختي اهرب
من فريد كاع الدار مسكون واش غيوقع؟ هادي اللي كتسمع؟ كنسمع. يمكن غير شي قطة. اشنو القط؟ واش كتسمع مزيان؟ اش كتسمع؟ والله العظيم الى الفكره ديالك الى غزاله تبارك الله عليك. شتي انا الطبيعه شحال غزاله شتي الا شلالات كي كيحمقوا الناس كنشربوا هاك خد هاكا ليلى انا وكملي كملي هذاك بعدا داك شتي الرجال هربوا قلت لي اش رايك هادشي غريب ما نقدرش نفسرو الغريب في الامر هو انني كنشوفهم ونادي وليلى ما كيشوفهمش تقدر تكون كتوقع شي حوايج ما كيشوفها غير اللي كيحس بها ماما ماشي بعيد تكون شي روح كتعذب من العائله ولا من الاقارب ديالك وانت هو السبب ولكن انا عمري ما عديت شي حد ايه هادشي اللي كتقول انت ولكن خصك تفكر مزيان وتخمم مزيان راجع نفسك شويه انا عارف كل شيء ممكن بطبيعه الحال يلا بلاتي عليك انت زهرة وانت يا علي علي كتعرف الأغنية ديال فارس وعلي تغنيها معايا يلا كنتم زهرة وعلي ما عرفينش ما خرجوش معاهم لا ما عرفينش اجي نقلبوا نقلبوا عليهم شوف ما عرفين سير علينا من هنا بينما علي
فرس علي ينمو في الإسطبل. نسولك ما شفتوش واحد البنت شدات من هنا؟ كي داير اخويا؟ لابسه البيض. كاين اخويا واحد انا واحد البنت دايره اكسيدون هنا لتحت، ولكن شفت واحده لابسه البيض غادا تجري للغابه، دخلت الغابه. الغابه؟ اييه بارك الله فيك. ولكن الغابه في هذا الوقت دابا صعيبه. معليش، شكرا. اخويا طاحت الضربة. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي عرفتيني؟ سير بخير، هذا مرحبا. هي أنا الأستاذ اللي ساكن قريب ليكم. بغيت نعرف شكون هاد البنت اللي دخلت عندكم. سيدي ما دخلت عندنا بنت دابا. البنت أنا عاد دابا شفتها دخلت حتى لهنا. وسيدي أنا العشية كاملة وأنا هنا ما دخل حد، ما شفت حد. يمكن غير كنتي ملهي. شوف شوف. إوا نسولو نشوفو. غالية. الغالية أبري أبري هاي الدخل ما يتريد أحمو دخل عندنا شي حد وقتاش غير دابا ما دخلت شي حد لهنايا واحد البنت ما دخلتش لهنا لا ما دخلت عندنا حتى شي بنت وأنا شفتها بعيني حتى دخلت عندكم ما كان غير أنا وحمو هنايا يا بغيتي تدخل تيقن دخل شوف براسك هاي هاي هو ما يدخل حتى شي حد لهنا صافي سمحي لي سيري دخلي جيبي شي حليبه وشي بيضات وعطيهم للسي الفقير يدخل بحالو من البرد يا تلقي راسك العجب انا شفتها تدخلت لهنا العشيه كامله وانا تابعها سيدي الله اعلم حنا بعدا ما شفنا حد صافي سمحوا لي سمح وبلاش الحليب والبيض الله يرحم والدين الله يسعد المساء عادي مالك مرفوع البارح شفتها ملي كنا في النزهة وتبعتها مونيا ومونيات هما دخت والله الا دخت وحده ضربتها سياره والاخرى لابسه نفس اللباس دخلت لدار شي فلاح ايوا من بعد من بعد حتى هما نكروا بلي شافوها ودخلت لعندهم تاكلي مرحي عادل عادل مال شوفي ليه شنو نقول كنا شنو مالي الجبال والثلج والماء شنو مالي مالك
نبغي نمشيو من هنا. بقى لي دابا غير نشوف محمود يمشي معايا للمستعجلات ونشوفو نتعرفوا على هذه الأمانات الحديثة. ويلا بعدا للدار شرب شي حاجة وبدل حوايجك ويكون غير الخير إن شاء الله. السلام ورحمة الله. خويا تصبح ما جبتيش شي مرا لقيتوها في الطريق. أخويا جبناها مات مسكين. الله. تجيك شي حاجة؟ غير مع عائلتي. فين لقاوها؟ خويا بيت الموتى. من هنا؟ من هنا خويا. الله يخليك لنا بغينا نشوفوا السيدة اللي دارت حادثة. هذيك السيدة اللي جابوها ميتة. إذا سمحتي بغينا نتعرفوا عليها. وهذيك دابا راه في بيت الموتى ما يمكنليش نوريها لكم. ولكن احنا ضروري نتعرفوا عليها، كاين شي مسؤول نشوفوه. الدكتور ممكن يوريها لكم. دكتور شنو اسمها؟ تفضل. بغينا نسولك اسيدي على واحد السيده. باش مريضه سيدي؟ لا ما مريضاش، ميته. ميتة؟ من العائلة؟ درت واحد الحادثة البارح. هي جارتنا جابوها هذا الصباح. حتى مسؤول عليها من غيركم؟ يمكننا نشوفوها باش نتأكدوا. تفضلوا إلا يمكن لكم تعرفوا على الجثة. واخا سيدي. سعيد عمل الدكتور. الله يجازيك بخير. جبت لي الجثة اللي جبناها في الصباح اللي جبتنا في الحادثة. الستة؟ نعم. ما كايناش. سلام كيفاش يا دكتور؟ كيفاش؟ ما يمكنش، ياك ما خليتوها في قسم الشريعة. كلمي لي الممرضة المسؤولة. لا ما تقلقش ما تقلقش. فين سيدي كان معنا؟ ما قدرش يدخل. تنقلب عليك باك دكتور. الأنسة الجثة اللي جبنا في الصباح فين راه؟ دكتور دينا المستشفى المركزي. كيفاش؟ ما يمكنش. رجعنا تحت. هي هي العصر. هي قسم الإنعاش. هي العصر يعني. الله يخليك سيدي. فين جا الجناح ديال الرجال؟ غطلع على اللي من هاد الدروج وغدوري على الشمال. شكرا. Rum.
بوم 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 آن 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 هادي آن آن